شو بتقول الأفلاك لمواليد الحوت وشو هي توقعاتها لإله بشهر كانون الثاني جانوري يناير من عام 2023؟ بتطلع عليك هالسنة عزيز الحوت بأخبار جيدة وشعور بالامتنان للقدر، لأنك بتشعر بالأمال وبتكون الطاقة الفلكية كبيرة حتى تهدي بالك وتجذب لك الناس المناسبين لمؤازرتك بعمل أو بمشروع، لأن الشمس ببرج الجدي بتنشر نورها على أعمالك وبتضوي سمائك بتطورات جيدة جدا وبترعاك حتى تلاقي الحلول لأي مشكلة يمكن تطرأ. في حين أنه ميركوري يلي بيراوح مكانه بين الدلو وبرجك فبيوهبك مساعدة بالوقت اللازم لصد كل الثغرات المحتملة، بس يمكن تشعر ببعض الأحيان أنك عم بتراوح مكانك أو تعاني من محاولة بعض المقربين إزعاجك، وربما من وضع صحي بيحتاج للعناية. كوكب مارس ببرج الجوزاء بيتسبب ببعض ربما بعض الهبات يلي تقلق راحتك، ويمكن يوضعك قدام خيار لابد منه أو يولد لك الحيرة. هالكوكب يلي يعتبر كوكب المال بالنسبة لإلك بيتراجع. شو يعني؟ يعني لازم تأجل كل عملية مالية أو استثمار بهالوقت وتنطر وقت أفضل لهالشي، ويمكن يعني كمان وضع عائلي بيحتاج لمبلغ من المال لمعالجته، مضطر أنت لدعم أفراد العائلة ربما بهالوقت أو يطلب منك هالشي. يمكن تكتم غيظك إزاء تصرف بيطرأ مع من هالمحيط يا العائلة تجاهك، أو إهمال أو انصراف عن الواجبات الأساسية نحو له مثلا وخفة هيك بدك تتهم يلي حولك، بس تتاح لك فرص مالية بالمقابل، ولازم تضلك حذر هالشهر إذا تلقيت عرض ما بيوحي لك بالثقة المطلقة دغري. إذا اصطدمت ببعض الأخصام أو ببعض المحيط فلازم أنك تكون حازم بقراراتك وما توحي بالتردد للآخرين. من غير المفيد مسايرة أشخاص ما كسبوا ثقتك بالماضي أو بتشعر أنهم عم بيتملقوا بس حتى يوصلوا إلى هدف أنت يمكن تجهله. كون متأني بعرضك لبعض المشاريع كمان، وما تعطي تفاصيل كاملة حتى لفريق بتنتمي لإله، لأن لازم تحافظ على ربما أوراق بإيدك بعيدة عن التداول. ما بعرف إذا كنت عم تقدر توفق بين اللي عم بقوله أوضاعك وظروفك، لكن بطمنك أنه العائدات المالية ما رح تتأخر بهالشهر، بل يمكن تحقق عملية مالية ناجحة جدا خاصة في أواخر الشهر. هيدي هي التوقعات على الصعيد المهني، أما على الصعيد العاطفي فبفيديو آخر.